43 عاماً مرت على قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، أكثر من 4 عقود تحولت فيها الإمارات السبع إلى دولة تسخر بالإنجازات الحضارية والتنموية. لابل أصبحت منطقة جذب سياحي قل نظيرها في العالم العربي ومركز استقطاب لشعوب العالم بأسره. الاحتفالات المخلدة لليوم الوطني للإمارات حملت عنوان سعدك يا وطن في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض على شارع الخليج العربي، واستهل الاحتفال باستعراض عسكري كبير احتفاء بمشاركة مجندي الخدمة الوطنية. وشارك في الاستعراض الدفعة الأولى من الخدمة العسكرية والاحتياطية التي أتمت تدريبها الأساسي، كما استعرضت القوات المسلحة الإماراتية رمزياً بعض الأسلحة الحديثة والآليات والمعدات التي دخلت الخدمة حديثاً من مختلف صنوف الأسلحة البرية والبحرية والجوية ومنظومات الدفاع الجوي. الاحتفالات تضمنت أوبيرات سعدك يا وطن، واستعرضت خلاله فرقة أبوظبي للفنون الاستعراضية لوحات فنية وأغاني وطنية وباقة متنوعة من فنون فولكلورية عكست هوية الإمارات وأصالتها وما تشهده هذه الدولة من تطور كبير في مختلف المجالات.